من بيروت تنضم إلينا ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار لنتحدث معها حول اتجاهات الأسواق الخليجية مع اقترابنا من نهاية تداولات هذا الأسبوع. أهلا وسهلا بك ماري. يعني الملاحظ كان أنه سيولة أحجام تداول نسبيا ضعيفة، هل هذا مرتبط بضعف المعنويات في السوق أم يعني عوامل أخرى يعني كانت تدفع نحو انحسار السيولة بهذا الشكل؟ صباح الخير محمد ويعطيك ألف عافية. فيما يتعلق بالأداء تبع الأسواق الخليجية، يمكن أكثر شيء بهذه المرحلة عم بيأثر على نفسية المستثمرين هي طبيعة الحال نتائج الشركات اللي هي عم تصدر، ولكن نتائج الشركات دائما ما بتلعب دور على الشركة اللي هي عم تعلن نتائج، غير إذا كان وزن هذه الشركة وحجمها ضمن السوق مؤثر بشكل كتير كبير، ممكن إنه نشوف تأثير البيانات المالية تبعها على القطاع بشكل عام، ومنشوف ساعتها غير نوعية تداولات ضمن الأسواق المالية. هلا إذا بدنا نجي ناخذ نحن منذ بداية هذا الربع، يعني من أول أكتوبر لحديت اليوم، الأداء الأسبوعي تبع الأسواق الخليجية كان إذا بدنا نقول موحد الاتجاه. يعني بأول أسبوع كان في عنا تراجعات قوية جدا، يعني وصلت أن السوق السعودي يخسر أكثر من 3%، سوق دبي المالي أكثر من 2.5%، بورصة أبو ظبي 3%. هذه التراجعات كانت قوية جدا، إجت من بعد أسبوعين محمد من الارتفاعات نسبيا بكل الأسواق، ولكن هذه الارتفاعات يمكن السوق الوحيد اللي قدر يعوض الخسائر هو بورصة مسقط، والارتفاعات يعني حتى خلال هذا الأسبوع هو السوق الوحيد إذا بدي أخذ كأداء أسبوعي عم بيكون أداءه إيجابي باستثناء جلسة اليوم، لأنه جلسة اليوم شكلها حتلعب دور كتير أساسي على الأداء الأسبوعي لهذه الأسواق. البيانات المالية إذا بدنا ناخذ محمد اللي صدرت، ما في شيء بعد مؤثر أو قيادي باستثناء بالأسواق الإماراتية اللي هو قطاع البنكي، وعم نشوف التفاعل الإيجابي معه، بس ما عم بيكون في له تأثير على السوق، خاصة بزيادة من أحجام. هذه نقطة محورية ماري، حتى الآن حتى مع النتائج الإيجابية ولو لم تكن يعني ضمن أسهم كبيرة أو قيادية في السوق ذات وزن على المؤشرات الخليجية مثلا في السعودية، لم نرى هذا التجاوب الكبير أو الإيجابي أيضا لتفاعل السوق مع هذه النتائج. هل نتوقع ذلك أيضا حتى لو ظهرت أو يعني خرجت الشركات الكبرى بنتائجها؟ محمد، في نتائج بتجي مفاجئة خاصة يمكن بالسوق السعودي هلأ مؤخرا عم نشوفها، أنه في كتير من النتائج هي ضمن الإطار الإيجابي، يعني ما في عنا نتائج فينا نقول أنه كانت مخيبة بالشكل الكبير، ولكن هذه الشركات اللي هي عم تعلن كانت بفترات سابقة عم بتعاني، يعني إن كان قطاع الإسمنت أو قطاع البتروكيماويات، البنوك يمكن هي البنوك الوحيدة اللي كانت أنه عم تفرجي نمو على مدار الفصول، بس بعد في عنا بنك الراجحي ما أعلن عن النتائج، وهو شغل يعني بالنسبة للسوق مؤثر بشكل كتير كبير. إذا منطلع على البيان الرسم البياني، ممكن أنه نلاقي أنه من نهاية أو بداية شهر 6 المؤشر عم بيتجه باتجاه عرضي صعودي ولكن بطيء. نحن من بداية العام كان في عنا ارتفاعات قوية، ورجعنا وصلنا لمستويات قياسية، رجعنا خسرنا من هذه المستويات 10% بالسوق السعودي. هذه الخسارة كانت جاية يعني المحور الأساسي كان أحجام التداول. منطلع أنه أحجام التداول خلال هذه الفترة أول 6 أشهر كانت أعلى من المعدل، يعني كان حتى بالنسبة للتقارير الأسواق أنه كانت هذه الفترة منتعشة من حيث الأحجام، بس هذه الفترة شفنا عم نشوف ضعف بأحجام التداول، محاولة لكسر مستويات قياسية، والبيانات المالية بدها تأثر للربع الرابع مش بهذه المرحلة، يعني بدها تأخذ فترة زمنية شوي. أشكرك دائما ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار على هذه التحليلات وهذه التقييمات دائما.